السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد. ودائما رانا مع يوميات فلاح. قبل 4 أشهر شاركت معكم زراعة الحلبة، وكان الفيديو تحت عنوان زراعة الجرجير والحلبة. بعد اللي مرت عليها 4 أشهر ودارت البذور نتاع الحلبة، قمت بحصادها ومر عليها 9 أيام من وقت حصادها وحطيتها تجف. اليوم جيت نقوم بحكها. أول شي لازم يكون عندي فراش اللي هو قيطون أو أي فراش يستعمل، ونجيب حجرة نبقى ندق بها، ندق هاد الشجيرات نتوع الحلبة بهذا الشكل. هي دقها صعب قليلاً لأنه لازم تدقها هذيك الشجيرة كلها حتى تسحق تماما، وبعدها تنزل ليك بذور الحلبة. نواصل بهالطريقة بدق الشجيرات نتوع الحلبة حتى نكمل الكمية اللي راهي عندي. فاجبر خاطر العبد الذي قد ضاق ذرعا في المواجع وانفطر في صدره موج تفجر في الحشا أشلاؤه يروي حكاياها البشر. من ذا يخفف بؤسه ويزيله؟ ومن الذي لولاك يرحم من جأر؟ كم محنة خلت الهلاك ختامها، وإذا بغيث الأعطيات قد انهمر. يا رب فاجبر خاطر العبد الذي قد ضاق ذرعا في المواجع وانفطر في صدره موج تفجر في الحشا أشلاؤه يروي حكاياها البشر. هنا بعد اللي دكت نح هذوك العودان الاغلاض او العودان الاطوال، ومن بعدها نرجع ندقها مره اخرى في القيطون بهذا الشكل حتى تتحك هذيك الاعواد او هذيك المزاود اللي فيهم البذور نتاعو الحلبه كلها. ندقها بهذا الشكل جيدا حتى تنزل البذور نتاع الحلبة. نحث الخطى نحو درب الجنان، ونرسوه دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمان فيه. هنا بعد اللي كملت دق الحلبة، نجيب الطبق ونبقى نهز كمية ونحطها تتصفى في الريح بهذا الشكل. نفس العملية اللي نديروها في تصفية القمح راح نديروها كذلك في تصفية الحلبة. نواصل بهذه الطريقة حتى تصفى لي الكمية اللي راهي عندي كلها. نحث الخطى نحو درب الجنان، ونرسوه دربا للقيا الرسول. أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمان فيه العلا والوصول، لنضمان فيه العلا والوصول. بدأنا بعزم وجد كبير لنصبح غيثا. هنا بعد اللي صفيت كمية، نجيب كيس نحط فيه بذور الحلبة وحدها، وهذاك الغبار اللي نازل
من هذه الحلبة أثناء التصفية. هذه الغبار هي أوراق الحلبة. طبعا راح نجيب كيس آخر نحط فيه هذه الأوراق نتاعو الحلبة، وكذلك هذه الأعواد نتاعو الحلبة راح نديهم نعطيهم للمواشي لأنها مفيدة كثيرا للمواشي، وكذلك اللي باغي يخلط بها الوكيل نتاع المواشي. نقصد هاد الغبار اللي هي أوراق الحلبة مفيدة كثيرا للمواشي. نواصل بهالطريقة حتى نكمل الكمية اللي راهي عندي. من تنقية الحلبة حطيتها في كيس وحدها، وهاد الأعواد والغبار اللي ينزل من الحلبة حتى هي نديها نديرها في كيس آخر راح نديها للمواشي. الغبار اللي ينزل من الحلبة وهو الأوراق عندما تسحق تصبح كالغبار، هذه تستطيع أنك تقوم بخلطها مع الشعير أو مع الأكل اللي يقدم للمواشي، والأعواد تقدمها لهم مباشرة، مفيدة كثيرا للمواشي. إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو وتستفيدوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.